برنامج نجوم صغار معي أنا ياسر القحطان، الكبير بحلمه مو بعمره. هذه هي المفاجأة الجديدة اللي كشفت عنها NBC وهي دخول لاعب كرة القدم السعودي السابق ياسر القحطاني عالم تقديم البرامج الترفيهية من خلال برنامج Big Little Stars أو نجوم صغار في موسمه الثاني. وطبعا اللي بينطلق عرضه يوم الاثنين المقبل على NBC1 في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية. وزي ما انتم عارفين البرنامج في الموسم الأول قدمه أحمد حلمي وحقق نجاح كبير جدا، ودلوقتي كل الناس متحمسين يشوفوا موهبة ياسر طبعا الجديدة كم قدم برامج من بعد ما عرفناه من خلال موهبته الكبيره في كره القدم. وغير كده كمان البرنامج نفسه ليه خصوصيه علشان ياسر هيتعامل من خلاله مع الاطفال اللي بيحبوا الفوتبول وبيشوفوا طبعا ان ياسر هو الهيرو او الرول موديل ليهم، فدي طبعا حاجه جديده وفرصه علشان كمان نشوف الجانب الجديد من شخصيه ياسر في معامله الاطفال. ما في شك طبعا نجم ياسر القحطاني هو مش بس نجم في السعوديه بل في العالم العربي، فهذا الشيء اكيد راح يشكل اساس مهم في تعامله مع الاطفال وراح يخلي التواصل يكون سلس وممتع بينهم وطبيعي طبعا مع براءة الأطفال وعفويتهم، وهذا كمان أساس مهم في هذا البرنامج اللي راح نسمع فيه قصص وحكاوي جدا حلوة وكوميدية ومضحكة كمان ونتعرف فيها على مواهب حلوة عند الأطفال. I can't wait صراحة أشوف البرنامج. والله أنا أكثر يعمل إيه مع الأطفال ورياكشناتهم هتبقى عاملة إزاي؟ أكيد 100%. ولا تنسي كمان بسنت يعني ما شاء الله تبارك الله أبو عبد العزيز كابتن ياسر القحطاني يعني عنده أسلوبه الخاص ونجم ومحبوب.